وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس رضا الأدرج، رئيس قسم إمدادات القرى بوزارة الإسكان. مساء الخير سيد رضا، وأهلا بك معنا في نشرة الثالثة. ما هي أهم المحطات التي مرت على تأسيس مدينة سلمان النموذجية؟ مساء النور، يا هلا أختي، أشكر لكم هذه الاستضافة. اسمح لي أن أشيد بالتقرير المميز اللي عرضتونا عن مدينة سلمان. هذه المدينة اللي نحتفل اليوم يوم 3 أكتوبر بذكرى وضع حجر الأساس لها من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد، واللي تعتبر ثمرة من ثمرات رؤية البحرين 2030، وأيضا تعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بناء 40,000 وحدة سكنية. بالعودة إلى السؤال اللي طرحتينا، أكيد أن مدينة سلمان مرت بالعديد من المحطات، ويمكن أجي في مقدمتها إعداد مخططات المدينة من قبل الشركة الفرنسية، واللي على أساسها تمت أعمال الدفان والحماية الصخرية في عام 2006. يعني نقدر نقول في هذا العام ظهر لأول مرة شكل المدينة وأمكن رؤيته في الخرائط الجوية. نعم. طبعا عقب أعمال الدفان بدأت أعمال تنفيذ الوحدات السكنية، ابتدت من الجزر القريبة من الساحل صعودا إلى بقية الجزر جهة الشمال، وصاحب بناء الوحدات السكنية أعمال البنى التحتية من شوارع، محطات كهرباء رئيسية، صرف الصحي، بالإضافة إلى السواحل والحدائق المختلفة. نعم. لا شك أن أهم محطة في المدينة واللي كلنا نفتخر ونعتز بها هي يوم اللي تفضل فيه حضرة صاحب الجلالة بافتتاح المدينة وتسميتها باسم مدينة سلمان. نعم، وماذا عن أبرز مميزات هذه المدينة وأراء القاطنين فيها؟ في الحقيقة أعتقد أن من أهم مميزات مدينة سلمان أن تم تصميمها على هيئة مجموعة من الجزر اللي ترتبط مع بعضها البعض بالجسور، بحيث أن السواحل تحيط بالمدينة وتتخللها أيضا القنوات المائية. لو جينا إلى طول هذه السواحل نلاحظ أن هي أكثر من 30 كيلومتر مربع، وعلى أساس ندرك هذه المساحة تقريبا تساوي ضعف مساحة الطول وطول الساحل الشمالي إلى البحرين، يعني نتكلم من منطقة دبلوماسية إلى منطقة البتيع مرتين. الميزة الثانية أن تم تصميم المدينة على أساس أنها تكون مدينة مستدامة ومتكاملة الخدمات. نعم. إحنا هني ما نتكلم عن الخدمات الأساسية، يعني مثل المدارس، المساجد، المراكز الصحية والمحلات التجارية، لا مو بس هذه. بالإضافة إلى دي الخدمات تم توفير جامعة، مستشفى رئيسي، أستاذ كرة قدم في المدينة، حديقة رئيسية بمساحة 30 هكتار، نتكلم عن تقريبا 300,000 متر مربع، واللي إن شاء الله راح تعتبر أكبر حديقة في البحرين. نعم. الميزة الثالثة أن في المدينة تم التركيز على جودة السكن وجودة الحياة عن طريق توفير المساحات الخضراء، الحدائق، الواجهات البحرية، الملاعب، مسارات الدراجات وغيرها من الخدمات. هذا الشيء خلى المدينة تكون قبلة إلى الزوار، مش بس أهالي المدينة، حتى من باقي مناطق البحرين، وهذا لاحظناه انعكس بالرضا الكبير من قبل المواطنين والإشادات الكبيرة اللي حظت بها المدينة. وبصراحة هذا الأمر يعني أفرحنا وحفزنا أكثر أن احنا نمضي في خدمة المواطنين وتحقيق أهداف الحكومة والقيادة الرشيدة لتوفير السكن المناسب إلى المواطنين إن شاء الله. إن شاء الله. المهندس رضا الأدرج، رئيس قسم إمدادات القرى بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.